الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، ويؤكد موسكو لا تستطيع التهاون مع التهديدات. رئيس أوكرانيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو ويدعو شعبه للوحدة، ويواجه نداء لمواطنيه اذهبوا لمراكز التطوع للدفاع عن أراضينا. مصر تؤكد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية أزمة أوكرانيا سياسياً. الرئيس الأمريكي بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا. الرئيس البيلاروسي يؤكد أن جيش بلاده لا يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه قد يشارك إذا تطلب الأمر. الرئيس الفرنسي ماكرون يطالب روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً، ويتعهد لرئيس أوكرانيا بمواصلة دعم الاقتصاد وتزويدهم بمعدات عسكرية. ألمانيا: الرئيس الروسي كسر كل قواعد القانون الدولي، وروسيا رفضت اقتراحنا لإجراء محادثات، وسندفع ثمناً باهظاً إن لم نتحرك الآن. رئيس وزراء بريطانيا: بوتين اختار طريق الدماء والدمار، وأشعر بالفزع مما يحدث في أوكرانيا. الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن: أقول من صميم قلبي للرئيس بوتين أن يوقف قواته عن مهاجمة أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعلن: روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة، ونعيش ساعات أكثر سواداً منذ الحرب العالمية الثانية. حلف الناتو: نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، ووضع 100 مقاتلة و120 سفينة وقوات تدخل في حالة تأهب قصوى. الصين تدعو روسيا وأوكرانيا للتحلي بضبط النفس، وتؤكد: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست غزواً. رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية. سفارة مصر بأوكرانيا تدعو أبناء الجالية إلى التزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: غرفة عمليات طارئة لمتابعة موقف المصريين في أوكرانيا.